السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومع لطيفة جديدة في هذه الحلقة. والضيف الدائم على البرنامج الدكتور محمد كحيلة، أستاذ القراءات وعلوم القرآن. أهلا سيدنا منور. أهلا بك، ده نور حضرتك، ربنا يرفعك حضرتك يا رب في الدنيا والآخرة. أمان وفق في الدنيا والآخرة. ربنا يرفع قدرك سيدنا. حبيبي احنا اتفقنا بقى الحلقة دي تجاوبني على سؤالي اللي بقى الحلقتين بسأل حضرتك فيه وبتقول لي في اخر الحلقه وننتقل لحلقه ثانيه. اكيد هجاوبك المره اكيد ان شاء الله عشان نختم هذا الموضوع. طيب نجد في بعض الفواصل، حضرتك قلت هناك اعجاز في فواصل القران في نهايه الايه، نهايه الايه اعجاز بالمعنى واعجاز بان مقصود الله ربما يكون القصد به هو سياق الايات وليس اخر ايه انتهت بتذييل الايه. في بعض الآيات في القرآن مثلا في قوله تعالى في سورة البقرة في آيات الخمر والميسر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، رأس آية. هو الجملة هنا مكتملة، أنا عنديش مشكلة، لكن أبدأ بعدها أقول في الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتامى، ملاش علاقة بي، ويسألونك عن يتامى لأن دي واستئنافية. فمثلا في قوله تعالى في سورة الصفات وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وقف رأس آية، وبالليل. نعم. بداية الآية التي تليها. بالضبط. تمام؟ والكلام عن قوم لوط. نعم. آيات كثيرة جدا في القرآن رأس الآية يقطع المعنى. أيوه. فهل ملزم للقارئ أن يقرأ رأس الآية لزوما أو من السنة، ولا رأس الآية ليس بملزم للقارئ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلقات الماضية كنا بنتكلم عن الإعجاز. تمام. إن لأمر آخر، هل الصحابة هم اللي عملوا رؤوس الأيدي ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. هذا هو علم توقيفي ولا توفيقي؟ جميل. توقيفي يعني موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم، توفيقي يعني اجتهد فيه العلماء. بالضبط. أنا بوضح بس المشاهدين. القول الراجح إن هو لا، توقيفي مش توفيقي، توقيفي. تمام. من النبي صلى الله عليه وسلم، من جبريل عليه. تمام. السلام. نعم. وإن كان طالوا بعض التوفيق. تمام. في بعض الآيات اللي حضرتك تفضلت بذكرها اللي فيها الخلاف. نعم. دي أمر. طيب إن كان الأمر توقيفي أخالف هذا أو لا؟ يعني مثلا أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، أوصلها ولا لا؟ أقول لحضرتك بداية تكملة للحلقات السابقة إن الأصل الوقف على رأس الآية. جميل. لأنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صح الحديث، والحديث حسن. عن حديث ستنا أم سلمة كانت قراءة النبي الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف. طيب انا ممكن بعض العلماء بيقولوا خاص بالفاتحه، خاص بالفاتحه فقط، لكن هي بتقول كانت قراءه النبي صحيح في الفاتحه. نعم. طب انا اسال حضرتك سؤال، من اين تعلمنا رؤوس الايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي وضعها؟ يعني حد وضع رؤوس الايه ولا اخذناها سنة؟ ما انا ممكن ارد على حضرتك برضو، حد يرد على حضرتك يقول لحضرتك دلوقتي طيب من عندي في بعض القراءات ياء مثبته في الوصل وساقطه عند الوقف. طب عرفنا منين مع ان انا هقف على راس الايه دي في اخر الايه في تذييل الايه؟ فبرضه ده سؤال. هو هذا لا يتعارض مع هذا، لكن خلينا نرجع للاصل الاول. تمام. الاصل هو الوقف على رؤوس الايه تحقيقا بقى للسنه وتحقيقا للاعجاز وبيان القران واظهار رحمه ربنا. ما احنا قلنا في اول الحلقه خالص في الحلقات الماضيه ان من رحمه ربنا ان القران نزل على ايات. نعم. مش على ايه واحده وعلى سور. نعم. فيبقى الاصل العلماء ذكروا ان انت تقف على رؤوس الآية، بس التعلق بقى انت حضرتك ذكرت لي ايتين في اكثر من ده، في كثير امثله كثيره. جميل. ان انت توصل الايات ولا لا؟ اقول لك احنا عندنا بالمعنى الدارج كده الكلام بيتوصل باللي بعده يا اما اعرابا او معنى. تمام. يبقى عندي شقين. عندي شقين، يا بسبب الاعراب ده بسبب اكمل الجمله بتاعتي او بسبب المعنى ان انا يكتمل المعنى عندي. تمام. بالضبط. لو انت بصيت في سورة الفتح، تعالى كده عيل في خمسة ابتدائي نقول له الحمد لله رب العالمين، طب الرحمن ليه مكسورة؟ ما هي لله الرحمن. تمام. إذن الآيات دي مالكي هي ليه مكسورة؟ ما هو الحمد لله مالكي. تمام. يبقى الكلام كله موصول إعراب. تمام. طب لو انت وقفت قلت الحمد لله رب العالمين جملة بتخطأ.
معنى جملة والتزمت برأس الآية، هل في ذلك شيء؟ لا 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 ما في شيء. يبقى التعلق الإعرابي مش ليس رخصة ان انت توصل الآيات. تمام، صح الكلام. تمام. يعني لو انت قلت هناك آيات كثيرة جدا، تقول رب السماء، تقول جزاء من ربك عطاء حسابا، بعدها ايه بقى؟ رب السماوات، على قراءة حفص بسنا معطوفة في هنا جزاء، اتصال معنا، اتصال معنا هنا، اتصال هنا يا رب، جزاء من ربك رب السماوات. تمام، يبقى اتصال، أيوة يبقى اتصال، لأنه تكملة الإعراب. نعم. بتاع الجملة. آيات كثيرة جدا في القرآن بهذا الشكل موصولة الإعراب. نعم، لا مش آية واحدة ولا اثنين وثلاثة. وليس معنى هذا ان في خطأ لو وقفت او فسد المعنى بذلك، لان الكلام على مين؟ على وصله. لكن اللي هي معنى بقى، اللي هو ارتبطت معنى، زي ما انت حضرتك بتقول ايه، ارتبطت لغة ومعنى. نعم. في قول يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومن أكبر من فهم، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تمام. أو قول الله تبارك وتعالى فأصبح من النادمين من أجل ذلك. معنى. تمام. وزي قوله تعالى أيحسبون. نعم. أنما نمدهم به من مال وبنين، أننا فعلنا ذلك لنسارع لهم في الخيرات. ما هي دي مرتبطة أصلا. تمام. معنى هي. تمام. أيحسبون، أيظنون أن ذلك مسارع لهم في الخيرات، ده هي تكملة الإعراب. أقول لحضرتك برضو على أننا في وقفات برضو على رأس الآية هيقطع المعنى خالص. بالضبط. مثل قوله تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. نعم. وتكمل. نعم. فنقول بقى العلماء في ذلك قالوا الأولى أن تقف على رؤوس الآية، يعني من أن تحقق السنة والإعجاز، لكن في مثل هذه الآيات رخص بعضهم الوصل. تمام. وكلمة رخص ليس معنى ألزم الوصل. تمام. يعني كلمة ألزم الوصل هذه كلمة لا تستخدم. نعم. إلا لأن لا في القرآن لا وقف واجب، يعني يلزم القارئ ويثاب عليه أو يعاقب عليه أو يخالف به شيء، ولكن فقالوا أن الوصل في هذا يحقق المعنى والمراد، فاختلف. فبعضهم قال أجاز الوصل. نعم. لكن لا نقول بإلزام الوصل، يعني كلمة الإلزام دي مش معانا. كلمة الإلزام دي مش معانا. نعم. ولكن قالوا تحقيقا للأمر يجوز أن تصل، مثل قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه مثلا لو أنا بدأت وقلت فويل للمصلين وقفت هي كده، هل ويل للمصلين؟ نعم. يبدأ قول. القول. نعم. الثاني قالوا لا إشكال في الوقف، لا إشكال، وكأنها تنبيه مثلا، ممكن نقول أنها تنبيه. نعم. للقارئ. نعم. قالوا بقى مثلاً. لا إشكال في الوقف. نعم. ليه لا إشكال في الوقف؟ هنا بقى أضعنا في شيء غريب، في يعني في تفسيرات غريبة. كيف أقف أقول فويل للمصلين؟ نعم. مش ده هذا لا يصح، هذا لا يصح. بس ده يعني لو رجعنا بقى لأساليب القرآن والمعروف القرآن، لها وجهة، لابد أن يكون لها وجهة. طب كيف يعني؟ أقول لك الكلام يحتمل تقديرات كثيرة، حتى لو قلت فويل للمصلين هيبقى لها مخرج حتى وإلا أصل لغوي ومعنوي. معنوي. نعم. يعني معروف في الكلام، لو هختم الحلقة مثلا. نعم. فضل. لو معروف في الكلام حضرتك كل مبتدأ له خبر. نعم. الله لطيف بعباده. نعم. محمد رسول الله. لكن قلت محمد وسكت. فين ماله الخبر فين؟ صح. نعم. هل يعقل ان انت تقول مبتدأ وتترك الخبر؟ لا طبعا. هل يعقل ان تقول خبرا وتترك المبتدأ؟ لا طبعا. حل لي يا استاذنا هذا الاشكال. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. وانهم فين الخبر؟ الذين كفروا بالذكر لما جاءوا، فين الخبر؟ نعم. وانت وقفت على الجملة، فين الخبر؟ الخبر مقدر. نعم. دل عليه الآية اللي قبلها. نعم. أولئك في ضلال، أولئك لهم عذاب مهين. أنا في محذوفات عندي، أنا لازم تكون في حساباتي وانا وانت تقرأ وانا تقرأ للقرآن. مثل قول الله تبارك وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه فقط وما لا تسألوه. نعم.
نعم. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر بس. سرابيل تقيكم والبرد. هي الحر بس وهي البرد. في محذوفات كثيرة جدا. أنت تقول طاعة معروفة. فين الخبر؟ طاعة معروفة أولى لكم. صح. الكلام فيه حذف كثير جدا جدا في اللغة. فإذا قلت فويل للمصلين لها تفسير ولا تأويل. ما لا تأويل. حتى وإن وقفت. لكن أفضل أن أنا أصل ليه؟ لأن أنا عشان حتى السامع لو كان يعني جاهل باللغة ولا نعم. ولا علاقة له باللغة ولا يعني هيستشعر المعنى اللي هو نعم. الويل للمصلين. نعم. وعشان كده المجزري قال وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. وخلاصة الأمر أن الأمر فيه مذاهب. نعم. المذهب الأول قال الوقف دائما على رؤوس الآية، هذا تحقيقا للإعجاز وأسباب كثيرة. نعم. والسنة. الأمر الثاني قياسا على الفاتحة على نعم. حديث ستة. نعم. نعم. والأمر الثاني رخصوا الوصل. نعم. فهذا يجوز وهذا يجوز. يبقى ممكن نطلع بخلاصة من هذه الحلقة بأن نقول مشاهدينا الكرام، إذا كان الوقف على رأس الآية اكتمل به المعنى فقف على رأس الآية. نعم نعم. وإذا لم يكتمل المعنى وانقطع المعنى وتحتاج إلى الوصل لبيان مقصود الله فهذا جائز. فهذا جائز إن شاء الله. يعني كده جاوبني على سؤالي، جزاه الله خيرا أستاذ محمد كحيلة. إن شاء الله في حلقة قادمة ننتقل إلى لطيفة جديدة بقى إن شاء الله بإذن الله تعالى. في نهاية الحلقة بشكر ضيفي في الاستوديو أستاذ الدكتور محمد كحيلة أستاذ القراءات وعلومها، حضرتك شرفتني واسعد بك دائما واتعلم منك الكثير. انا ومشاهدينا الكرام ربنا يجزيك عنا خير الجزاء. مشاهدينا الكرام اشكركم على حسن المتابعه، التقيكم باذن الله تعالى مع لطيفه جديده وضيف الدائم الدكتور محمد كحيله. انتظرونا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.